طب ممكن اسال حضرتك سؤال برضو؟ ده مش سؤالي، ده سؤال الناس. طب ما احنا عملنا 3 ديفالويشنز قبل كده، عملنا 3 تخفيضات قبل كده من مارس، مش يعني خلاص انا نسيت التواريخ. لا من الثمانينات حضرتك، مش من يوم لا سيبك الثلاث من اكثر من الثمانينات، الثلاث. سيبك من الثمانينات. 2016 كان تخفيض ناجح جدا، ده كان ناجح جدا. ثم دخلنا في مارس 2020 بعدها عملنا 3 تخفيضات. الثلاثه دول بصراحه النتيجه ما كانتش بهذا النجاح، يعني ما نجحتش. حضرتك ليه؟ لان احنا دايما بننجح، وده تاريخ، ده تاريخ كبير جدا لينا، بننجح في الاصلاح النقدي والاصلاح المالي، لكن لم ما بنروحش للاصلاح الاهم هو الاصلاح الاقتصادي. انت مشكلتك الرئيسيه من 40 سنه هي مشكله العجز اللي موجود في الميزان التجاري. مشكلتك هي عباره عن ايه؟ تصنيع وانتاج وتشغيل واستثمار. انت النهارده في 2016 لما عملت اصلاح، عملت اصلاح مالي ونقدي شاهد بيه العالم كله. قعدنا من 2016 ل 2018 لغايه الوقت كان مفيش مشكله، 2018 2019 ضعناهم، جت 2020 حصل الكورونا. طيب سؤالي، كان المشكله في كورونا، مع ان احنا كان المفروض بعد الاصلاح اللي حصل في 2016 كان يتبعوا على الاقل بعديه بست شهور او سنه قصه واضحه للاصلاح الاقتصادي. عشان كده بنقول دايما في الاصلاح، ونتمنى المره دي يكون هذا الكلام واضح، ان يبقى في اصلاح مالي ونقدي بندفع ثمنه. طيب ولكن لابد ان يتبعوا اصلاح اقتصادي وعلاج العجز الموجود في الميزان التجاري. طيب ولن يتم هذا الموضوع الا بكثير الاستثمار. سؤال الاستثمار والتشغيل، صح؟ احنا اتكلمنا فيه كتير. صح. سؤال اخير استاذ طارق، الان الصندوق واضح ان احنا هندخل في مفاوضات، يعني ربما يكون هناك زياده في المبلغ، يعني مبلغ القرض، هذا سيكون شهاده هتستخدمها ان انت تقدر تروح تقترض من الاسواق. انا خايفه جدا من العجله دي مره اخرى، من فكره العوده مره اخرى. انت بتاخد العالم كله بيقترض، لكن هو انت بتقترض عشان تعمل ايه؟ دايما ده بيبقى السؤال. فانا بقلق من عجله انه الصندوق يدي لك الابروفل فتنزل الاسواق تقترض من الاسواق فنرجع تاني في الدايره المفرغه دي. بص حضرتك في كام نقطه هنقولهم دلوقتي. حضرتك الحق تماما، لان ده بيتكرر مع كل اصلاح بنعمله. لابد نمره واحد ان حجم الدين ما يزيدش حجم الدين، يعني يبقى في قرار سيادي ان حجم الدين الحالي لا يزيد، ولكن اقدر ان انا استبدل الدين بدين على فترات اكبر. يبقى في هذه الحاله انا لما بستدين النهارده بستدين عشان اسدد الدين بتاعي او باخده على فترات اطول، فحجم الدين لا يزيد. دي نمره واحده. نمره اثنين، لابد ان يكون عندي، انا هستخدم دايما اي اصلاح اقتصادي بيتم الفتره الاولانيه الست شهور الاولانيه من الاصلاح الاقتصادي دايما بنعتمد على الهوت ماني. كلمه الهوت ماني يمكن الفتره اللي فاتت اتكلمنا فيها كتير جدا، وكلنا قلنا الهوت ماني، الهوت ماني لو احسن استخدامه لفترات قصيره صح، عشان اعدي بيها الفتره بتاعتي انا هنا ممكن اوصل بيه بعد 6 شهور استبدله باستثمار مباشر. لان احنا دايما نتكلم طول ما عندك سعرين، طول ما عندك سعرين وثلاثه للدولار، طول ما عندك مشاكل في الاستيراد مش هيجي لك الاستثمار المباشر. يبقى لازم تحل المشكله دي. هنحلها بحلها منين؟ بحلها من الهوت ماني والاموال الساخنه السريعه. خلال 6 شهور احنا المشكله ان احنا في 2016 استخدمنا الهوت ماني من 2016 لحد 2022. اعتمدنا، اسمها اعتمدنا على الهوت ماني. اعتمدنا عليه. طيب شوف، حد الدنيا بيستخدم هوت ماني فلوس سريعه اوفر نايت استخدمها لمده 6 سنوات، حتى في الفاينانس الكلام ده غلط. صحيح. عشان كده بيقول النهارده ان لابد من الخطوات، والخطوه الاساسيه المهمه الثالثه المهمه جدا هي الاصلاح الاقتصادي الجذري للاقتصاد المصري، وهي الانتاج ثم الانتاج والاستثمار والتشغيل. هو ده السبيل الوحيد ان احنا بعد كده نخرج من فكره الاقتصاد الريعي للاقتصاد الانتاجي، ونبطل المشكله دي يحصل ازمات عالميه او غيره، احنا بنكون في مأمن من هذا الكلام. شكرا الخبير المصرفي استاذ طارق متولي.